الخير عليكم مرة أخرى، وغادي نرحبوا بضيفنا الكريم الأستاذ والباحث كريم العابد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفة الطبيعية. صباح الخير، السلام عليكم أستاذ. سعدت الله نهاركم مبارك. بس عليك وش الحمد لله، الله يحفظكم. إضافة اللي ضاف لنا الأستاذ والباحث كريم العابد العلوي ضافها لنا نيول، كما سمعتوش أنتم وهو خارج في الباب، وقال لي هذيك الزيت إلا تقلات كتنتج مواد بحال النيلون، وهما اللي تيأثروا على الأحشاء ديالنا عموما يعني. نعم. هذه إضافة أخرى. شكر عليها استاذ الباحث كريم العبد العلوي. ونيت غادي نتكلموا اليوم احنا على المصارن والتهابات ديالهم، الامعاء عموما والتهابات اللي كيوقعوا فيهم، يعني من غير التهابات اللي هي خطيره والامراض اللي كتكون يعني مشخصه وكبيره، كاين التهابات اللي كتكون بسيطه واللي كتكون يعني عند اغلب يد الناس، يعني بحال اللي قلتي كيتعايشوا معها، كل مره تيضروا المصارن. نعم. كل مره تياكل شي حاجه كيضروه المصارن، يعني واش الماكله هي اللي تضرنا اللي تناكلو حنا، ما تخصنا اللي كتكون قطنيات فكضرنا في مصارن كبير او لا حتى في مصارن صغار، او لا اصلا عندنا المرض وبحال قلتي مخبيه. هادشي اللي غادي نعرفوا معاك، وغنشوفوا كذلك بعض الوصفات اللي يمكن انها تساعدنا في التعامل مع هاد الالتهابات ديال الامعاء، سواء يعني الامعاء عموما الكبيره او الصغيره. يمكن لكم تواصلوا معايا انتم في هذا الموضوع ولا في مواضيع اخرى. طيب، والموضوع ديالنا غنمشيو له مباشره هو التهاب الامعاء، واللي يقدر كذلك يسبب الالتهاب حتى المعده، المصارن الكبير كذلك او القولون، ربما بسبب تناول يعني بعض المشروبات، بعض الاطعمه، بعض الفيروسات، بعض البكتيريات. على اي حنا غادي نشوفوا الانواع كذلك فيه راه كثيره، يعني كيقدر يوصل يعني كيقدر يبدا غير بوجع صغير مثلا وكيقدر يفوتنا، يقدر كذلك يوصل حتى ربما التسمم، يقدر كاع يمشي حتى للسبيطار احيانا. وكاين اللي فيه هاد الالتهابات يعني مزمنه، مره تتنوض عليه وتيقول لك يعني واخا كنمشي عند طبيب مثلا، واخا كلشي تناخذ التريتمون ديالي، ولكن بطبيعه الحال هما كيرجعوا لنفس النظام الغذائي، فترجع لي نفس الحاله او نفس المشاكل. فانتوما يعني عالجتوا يعني ربما حالات في مئات الحالات الصدد بحال هكذا اللي نجحوا بالتنوع ديالها. نعم، بالكرون، بالار سي اش، بين المشكل ديال الجلوتين، الحمد لله هادو كلهم تعالجوا. نعم. طيب الاسباب هي بطبيعه الحال مختلفه، والنظام الغذائي اساسي فيها بطبيعه الحال بين اهم الاسباب. انتم في طرق ديال العلاج كيفاش كتخدموا؟ واش يعني اختلاف الحالات كيخلي العلاج كذلك يختلف، او هي طريقه واحده في التعامل مع التهاب الامعاء؟ نعم، اذا كيف لاحظتي انه كثير من هذه الحالات ديال الالتهابات ديال المصارن اللي كاينين، الناس عندهم مصارن مجروح، من مجروح كاين اللي مجروح في واحد المسافه ديال 5 سنتيمات، كاين اللي توصل حتى ل 70 سنتيمات ديال الجرح، تقرحات جروح والدم تيسيل. هذا نوع اللي هو حنا تيتسمى طبيا الريكتوكوليت ايموراجيك، لا ار سي اش. كاين الكرون اللي تيبدا من المصران الصغير في الاخر ديالو، وتيبدا ديك الالتهابات، وكاين اللي تيتشبه له بالسل، حتى السل تيسبب هذا النوع من المشاكل. فكاين الكرون من جهه، وكاين السل من جهه ثانيه. كاين مشاكل اخرى، هو مشاكل ديال الجلوتين اللي تيدير مشاكل وتسبب اسهالات كثيره، وكاين انواع اخرى كثيره. مثلا نقدر نتكلموا على سرطانات الامعاء، والا لي بوليب، التلالات اللي تيكون في المصران. وكثير من هذه الحالات اللي كثير من الاطباء تيلجؤوا للعمليه الجراحيه، حنا ضد العمليه الجراحيه بدليل انه كثير من هذه الحالات برا بدون عمليه جراحيه، نتكلم على المئات. وتبارك الله تعالى انه نحكي لكم مثلا من الحالات اللي جاتنا من ايطاليا، سيده تبعت من خلال هذه الاذاعه المباركه، واستطعت انها تغلب على الكرون اللي هو التهاب المصارن الصغير ومصران الكبير، تغلبت عليه خلال 6 شهور، وطلع مصران جديد بشهادة الطبيب في إيطاليا، ولقات راسها على أنه الحمد لله تغلبت. هذه من الوصفات الجميلة المتميزة اللي لابد أننا ننتبه لها، هو ذاك الزيت الزيتون ملي تنعصرو، ذاك الماء اللي هو المرجان، ذاك تيكون ماء أسود فيه بزاف ديال الفينولات. ومن الخاصيات ديالو اللي لابد ننتبه لها هو أنه ضد التعفن بواحد الشكل خارق، وتيجمع الجروح فهو سيكاتريزون. وغادي تلاحظوا أنه هاد المشاكل هذه ديال القروح اللي كاينه في المصران في الاخ سي اش، او تتكون التهابات حاده مثلا في الكرون، او تتكون مجموعه ديال التهابات في المصران لدرجه تيكونوا دي فوا دي زوكلوزيون تيتغلقوا، عندنا هاد المشاكل هادي اللي هما 3 حتى 5، لقينا راسنا على ان تيمكننا نعاودهم بني مصران جديد بفضل الله. نعم، غادي ناخذوا اول اتصال معنا قبل ما غادي نوقفوا مع فاصل. معنا جميله، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك جميله.
شكرا اختي على البرنامج. اختي انا عندي واحد المشكل، كان عندي واحد الالم على مستوى الصره ديالي وهذا الشيء عندي بيريوديك، يعني على حسب لو سيكل ديالي. يعني بارفوا في ديك لا بيريود ديال لوفيلاسيون كنحس بكلشي ومثارني، كنحس بهم مراض وبحال هزه شي حجره ثقيله. هذا الشيء ما كانش عندي من قبل. اها، شحال عندك من عام بنتي؟ عندي 35. تبارك الله عليك. تنصحك في هذه الحالات جوج الحوايج اساسيين: غلي ثلاثه الكيسان ديال الماء حتى لاربعه وشربهم، واخا، وغادي دير قويب ديال الثومه وترتاح نص ساعه حتى لساعه الا ربع. الى هذه المساله مازال عاود نفس العمليه: ثلاثه كيسان ديال الماء مغلي حتى لاربعه شربهم، وقويلب ديال الثومه تقدر تعاودهم ثلاثه المرات، تكون الساعه الساعه الا ربع، وان شاء الله المشكل ما غاديش يبقى. هذا واحد. ولكن الشيخ سنعرفوا علاش، حتى اذا عرف السبب بطول العجب. لاكساتيف وباش مزيان تقوي القنوات الدمويه، يبوس اون بون اوكسيجيناسيون، وتعاود ينشط تينشط المصيرنات. ثلاثه، بدا تاخذ ديما تشرب الماء، جوج كيسان ديال الماء مغلي كبارين مع ذاك 11 النهار، وجوج كيسان ديال الماء مغلي انت الا كنتي في الدراسه خذهم يدخل الدار مع ذاك 12 وربع مزيان قبل ما تغدى بنص ساعه، وخذهم مع ذاك العشيه مع السته، جوج كيسان ديال الماء مغلي كبارين، ومن تجي تنعس خذهم واحد المده ديال 3 اشهر. اذا حاول تستعمل ديما واحد شويه زيت الزيتون، جوج ثلاثه معلقات كبارين مع 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 المرجان اللي هو الماء ديال الزيتون. تاخذوا مثلا ثلاثه معلقات ديال الزيت او معلقه ديال زيت الزيتون وثلاثه معلقات المرجان، تخلطهم ديروا اون سيرانك انجيكسيون ريكتال، ديروا حتى العشيه تجي حتى العشيه تدخل للدار. وحاول ماكلتك تكون فيها الخضار الخضراء. علاش الخضار الخضراء؟ اولا فيهم لاكلوروفيل تيقوي القنوات الدمويه دونك بوين بون اوكسيجيناسيون، وثانيا تلقى فيهم حتى لي فيبر اليمونتير. بغيتي تاخذ التفاح مزيان، بغيتي تاخذ الكرموس مزيان، بغيتي تاخذ التمر، هادو كلهم تيعاودوا يبنيو مصران جديد. ولكن اللي تيهلك المصران هما المواد الحيوانيه كامله. في حل ما كانت عندك الضعف تاع البنيه وضعف تاع الجسم، خذ شاد السمك طاجين وديرو بالثومه والمعدنوس، وحاول تزيد له وتحاول تضيف النخالة للخبز ديالك اللي تاكل. ان شاء الله موان دو 5 سيمين غتحس بالراحه، وملي غتكمل 3 شهور مثلا كيكونوا ان شاء الله مزيانين باذن الله. طيب مستمعي كتقول عندي الابن ديالي عنده 5 سنوات ومشكل ديال كرون، شنو باش نصحو؟ الكرون في هذا السن صعيب الحال، يعني انه صغير. يعني اش تياكل؟ فهنا تتلاحظ انه مصران صغير ملتهب، واخا، وتتلقى حتى المصران الكبير اللي ملاصق معاه حتى هو تيلتهب. فاول شيء اللي ننصح به هو تحيد المواد الحيوانيه كامله، وغادي غادي ياخذ العسل، دير نص كاس مثلا 100 غرام ديال الماء مغلي، تنديروا فيه شويه ديال الزعتر واحد 4 معالق صغيره، وتنصف فيه، تنديروا فيه العسل. نعطيك مثلا، ناخذوا العسل ديال السدره نديروا فيه 30 غرام ديال غذاء الملكات معلقه كبيره، وغنديروا فيه حبوب اللقاح معلقه صغيره. كل ساعه ونص عندو هاد الشوربه. هاد الشوربه هادي عطيتها لبنيتها عندها 16 عام، عايشه في اوروبا. دوزات العام وجات عندي كونترول. تبارك الله عليها، قالت لها الطبيبه ثلث ديال المصران بدا تيبني جديد، يعني بديتي تربح اكثر من 33% ديال المصران، يعني المشكل الكرون بدا تيخف. وهما البديل عندهم شكون هما؟ في اوروبا وفي العالم ديال الجراحه، انهم تيعرفوا غير يقطعوا، ممكن يقطعوا لك واحد مترو وزياده. وحنا الحمد لله بهذا الاسلوب تنعاودوا نبنيو مصران جديد، وهذا فضل الله الكريم، وان شاء الله نحاولوا نمشيو في هذا الاتجاه حتى ان شاء الله نخفوا على الناس هذا النوع من المعاناه. ان شاء الله غنرجعوا ناخذوا اتصال ديال حبيبه. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك حبيبه. الحمد لله، الله يبارك. مرحبا، الحمد لله. عندي مشكل ديال الفارن، عندي لي كارت في الفارن، وبغيت نقول للدكتور عندي مشكل ديال الحنيشات. حنيشات باش عرفتيهم؟ كيكونوا في المخرج ديالي كنشوفهم، وعاد عندي ضعف، يعني ضعيفة بزاف، عندي تصور عيني. الوغ ركز معايا مزيان. غادي تعقلوا على المواد اللي مزيانين في الحناش ديال في الحناش تيكونوا في المصارن. الشيح مهم بزاف، فاللي عنده الكبده يبعد منه، واخا. كذلك لقينا انه خزو داك الخضر ديالو الدخلاني، اذا حنا تنعصروا خزو كامل
واخا وتنعصروا مع شويه ديال حبه ديال الثومه شويه ديال المعدنوس وتنعطيو ثلاثه حتى خمسه مرات في النهار قبل الماكله بالطبع. الناس لها حدود في اقل من اسبوع. كذلك كاين المرجان، هذا المرجان اما تيشربوه واما تيديروا حقنه من اللور، ما شاء الله تيلوح ذاك حديقه الحيوان ديال الحناش اللي تتكون في المصارن. ولقينا كذلك انه مواد كثيره اللي عطات نتيجه بحال البصله مثلا مع الماء والعسل، الناس لاحوا الدود. نحكي لكم سيده اللي عندها اكثر من 40 سنه وتتعاني معاناه كبيره مع كرش مع المصران والمعده، وتبارك الله تبعت المرجان معلقه كبيره في كاس كبير الماء مع العسل وتبعتها لمده 4 إلى 5 أسابيع. سبحان العظيم. القيح اللي لاحت من مصارنا من معدتها غريب، تقيات مزيان، والدود اللي لاحت من مصارنا غريب جدا. وهنا تتحس انه هذه مواد اللي ميسره ولا بد خصنا انها تكون عندنا موجوده. اذا غادي دير حقنه تاع المرجان مع شويه المعدنوس والثومه، دير حبه ديال الثومه، دير كاس كبير تاع المرجان 200 غرام، غادي دير فيه حبه ديال الثومه تحكها ودير المرجان جوج، ودير معلقه كبيره ديال المعدنوس وديرها حقنه 3-4 مرات في النهار، وتحاول تاخذ لك كاس كبير ديال الماء مغلي، دير فيه نص معلقه صغيره ديال الشيح والزعتر ومعلقه ديال العسل ونقطه ديال زيت السانوج، وديرها 5-6 المرات ونباتي 100%. ان شاء الله 3 أسابيع إلى 5 أسابيع باذن الله نتخلصوا من هذا الدود. حتى عند الوليدات نفس الشيء، غير غتكون مقادير اقل، وهكذا ان شاء الله نتغلبوا على المشاكل بطريقه طبيعيه بدون معاناه. ان شاء الله ناخذ ناديه. السلام عليكم. الو صباح النور. صباح الخير. اختي بغيت نسول الدكتور اذا كان ممكن. مرحبا تفضل. هذه عامين تقريبا درت واحد جوج عمليات. بخير ان شاء الله ما يكون باس. ربي يخليك. حيت المراره وواحد فيستو. ودابا ولات كتجيني بحال الوجع مره الا كليتي حاجه هكا والوجع بحال هذا الوقت. هذه باش درتي العمليه على المراره؟ هذه عامين تقريبا. قوا بالله. وديك فيستور كنت درت واحد العمليه عليها. فيستول؟ الا كان لا، واش جرحه في المخرج ولا دماله؟ لا جرحه. جرحه اذا فيستور انال. وخفت دابا الا كانت شي حمل ولا شي حاجه واش يمكن لها تولي لي عاوتاني الا كانت ولد طبيعي ولا هذا، واش ترجع لي ديك الجرحه اللي كانت؟ لا، هي تقدر ترجع الا بقيتي في نفس الاخطاء. دجاج الرومي وهذه مقليه وهذه مشويه وهذه طايره وهذه هابطه. حاول تحيد الحيواني 100% الا السمك. وفي الحالات ديالك انت وفي الجرحه حاول تعطيها. انا شوف قيد واحد الوصفه مهمه فهاد لافيسيغ عاطي الناس نجحوا الحمد لله. غدير العسل ديال الزكوم 100 غرام. غدير لها 15 غرام ديال حبوب اللقاح و15 و20 غرام ديال لاجولي غويال. خلطهم مزيان 7 مرات، دهنهم دهن داك لافيسيغ مزيان. ولكن قبل من تدهنها بالمرجان ياك، تغسلها بالمرجان مزيان 2-3 مرات، عاد دير العسل 7 مرات في النهار، وغدير لي الحوت والخضره ما طيباش، وكثر لي من معدنوس 200 غرام في النهار مزيان. وحاول ان شاء الله تبع لي مده 3 أشهر ان شاء الله ما يكون الا خير. ولكن في حل تما الجرحه حسيتي بها مازال مفتوحه، ضربها بالنحل في الجناب ديالها مزيان. الفوق والتحت غادي دير واحد، غادي دير 3-5 النحلات، ديرها 2 مرات في السيمانه وغادي يبان لك الفرق، وغادي تشوف تبارك الله كيف هذا النوع من الجرح ما تيبقاش. جاني واحد من اوروبا اللي دار عمليه وعمليه على دماله فيستول، والغريب وانه تحلات وتعفنات وما تجمعش، وتما اللحم رهيف. تبارك الله 3 شهور جمعنا داك الشيء في امان الله. ملي مشى دار كونترول في باريس قالوا له الحمد لله ما بقاش المشكل كي درتي جمعتيها، بدليل لا فيسيغ ان شاء الله اقل من 3 أشهر نتغلبوا عليها وما يكون باس. ومبروك عليك الحمل ان شاء الله. غادي نكتفوا بهذا القدر من الاسئله ديالكم وغادي نمشيو دابا للرسائل اللي فيها اسئله اخرى. في الموضوع بعدا كاين اس ام اس يقول لك السلام عليكم، انا عندي القبط وكرشي ديما منفوخه حيت عندي مصران طويل وعندي لانيمي. الو بالنسبه للقبط تكلمنا على تاخذ 100 غرام تاع المرجان تطحنوا مع 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 معلقه صغيره ديال حبوب اللقاح، وغادي ديروا حقنه 3 المرات. علاش؟ باش نعاودوا نشطوا المصران ونعاودوا نبنيوه بناء وما يبقاش ناشف هكذا. داك الانتفاخ كتقول يعني ماشي من ان المصران طويل؟ لا لا، ماشي من الضروري تيكون حتى عندي عندهم مصران قصير، بدليل انه تكون غازات وتتكون تعفنات وعياءات. ثانيا تاخذ زيت الزيتون على الريق
مزيان ثلاثه المعلقات كبارين وبدات تاخذ كاس كبير ديال الماء مغلي فيه معلقه ديال العسل الحره ومعلقه ديال حبوب اللقاح كبيره خذها مثلا كل ساعتين ابتداء من 7 الصباح غادي دير مع 9 مع 7 9 12 ما تفطرش ما تاكلش معاهم وفي العشيه مع 4 6 8 10 ما تتعشاش والغدا خذ طاجين ديال الحوت والخضره بزاف وكثر لي من المعدنوس جاتني وحده من هولندا اللي كانت تاكل المعدنوس بزاف كان عندها الكخون بدات ينقص الكخون يعني التهابات الامعاء تتنقص والمعدنوس اللي لاكساتيف وتعاودي من يمسغ لنا جداد وهكذا خصنا نتعلموا ديما المرض نعرفوه المشاكل اللي فيه ونحددوها في الاشكاليات ونشوفوا النباتات اللي تمكن لها تقوم بهذه المهمه ديال العلاج وان شاء الله ما يكون إلا. سؤال اخر دائما عبر الاس ام اس كيقول السلام عليكم زوج ديالي عنده حكه في المخرج ديالو القشره ومشى عند الطبيب قال له الشامبينيون. الشامبينيون واحد الماده عندنا في الدار مهمه في لي شامبينيون القرفه ان فونشيزيد وعر اذا عطيته للنساء اللي كان عندهم حكه في الجهاز التناسلي تندير الثوم مسلوق 7 الحبات معدنوس 200 غرام تنغسلو تنطحنوه في المهراز وتنخلطو مع نص معلقه صغيره ديال القرفه وتنخلطو وتنديرو مباشره على المكان اللي فيه الالتهاب النساء لكن الجهاز التناسلي عنده فيه واما الرجال او النساء تيكون عندهم في المخرج تنديروا هذا البخاء ولكن تنغسلو بالمرجان قبل ثلاثه د المرات في النهار نورمالمون موان دو 3 سيمين ما تيبقاش المشكل. نعم سؤال اخر تيقول لك السلام عليكم الله يخليك بغيت نسول الاستاذ انا كدرني كرشي عندي شي بلاصه كتزدح ليا وكنتعصب كيجيني القنط وملي كندوز عند الطبيب تيقول لي عندك بومزوي اللي سبق تكلمنا عليه ولكن ملي كنشرب الدواء يعني ما تيدير لي حتى شي حاجه. والدواء ما يدير لك والو؟ بالنقرس نحل. كلام صحيح الدواء ما يدير لك والو حيت مشكل عصبي ومشكل عصبي ماشي اكتئاب. يعطيوك موضوع الاكتئاب هذا هو الخطا اذا حنا تكون متنعالجوا على مرض سنمشيو للمرض مباشره فلقينا لساعه النحل ارقى ما كاين تصوروا طبيبه الله يحفظها جات عندنا العياده وبدات تدير لساعه النحل كان عندها اكتئاب نظرا لتراكمات مشاكل الحياه اقل من ثلاث اسابيع قالت لي سي العيال وبديت ندخل للدار مرتاحه باي باي الاكتئاب إذا لساعات محورية في علاج الاكتئاب وتمكن نخلصوا 90% ديال الناس اللي تعيشوا الاكتئاب عن طريق هذا الأسلوب ديال لساعات ثلاثة النحيلات في المكان اللي تنحسوا فيه الزدح إما العمود الفقري عند كثير ديال الناس وإما جهة السرة وغادي تلاحظوا أنكم مع التغذية النباتية 100% ممكن شوية السمك إذا كانت الجسم ضعيف تمكن أن تغلب على الاكتئاب أقل بين ثلاثة الأسابيع حتى ثلاث أشهر والله يخفف على الجميع. سؤال آخر تيقول صفاء من وجدك تقول بغيت نسول عندي مسمار الكيف كثر من 4 سنين هادي ما خليت ما درت لي والو شنو عطوني شي وصفه فيدوني الله يجازيكم بخير. ثلاثه هاد المواد مهمه في مسمار الكيف والناس كثير داروا عمليات وحفروا لهم ذاك المكان والغريب كان اللي عنده السكري وجات تعفن المكان حيدوا له رجلهم او حيدوا لهم ذاك العضو اللي كان داروا له العمليه عقلوا على وصفه متميزه تندوروا النحل على المسمار الكيف ثلاثه النحيلات حتى الخمسه جوج مرات في الاسبوع وتندهنوه بالمرجان يوميا 5 مرات في النهار وتنعمروه بالعسل 3 مرات في النهار 3 شهور باي باي مسمار الكيف كاين لي ثلاثة الأسابيع مشى والغريب في الأمر ذاك المسمار تيطلع وتيخرج وذاك المكان اللي كان فيه المسمار محفر اللي تحفر المكان ديال المسمار الكيف اللي بقات محفرة حتى هي تنعالجوها وتيطلع الجلد كأنه ما عمره ما كان محفر ما عمره ما كان فيه والو بمعنى أنه الطريقة هذه دولية عالمية عامة أكثر من 90% ديال الأمراض الجلدية اللي تيعانيو من الحفرة من الكزيمة ومن التعفنات إذا تندوروا بالنحل على المكان ثلاثة النحلات حتى الخمسة وتنستعملوا المرجان 3-5 مرات 7 مرات تندهنوا المكان وتنعمروا بالعسل 3-5 مرات عسل اي عسل عندكم ما عنديش مشكل لانه في هذه الحالات دي امور بسيطه اللي ان شاء الله ما عمرها ما تبقى معقده وبغينا ان شاء الله تعالى المغربي يتعرف بهذه الوصفات الابداعيه. شكرا لك استاذ الباحث كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل ووصفات